خلونا نروح لخبر آخر. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 اللي هيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي بيحتاج أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا ناجحا. فون دير لاين قالت إن هذه مسؤولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدم مصر نموذجا يحتذى به. أضافت أيضا أن الاتحاد الأوروبي ومصر قريبان تاريخيا، وبالفعل بينما نحن نحتفل بمرور 45 عاما من العلاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن أن نتوسع في شراكتنا ونعززها، وكمان سيساعدنا مؤتمر المناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ على ذلك. أشارت أيضا إلى أن مصر استفادت من الدعم الأوروبي الكبير لإقامة البنية التحتية، خاصة في القطاعات الرئيسية اللي هو قطاع الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الري، المياه، إدارة مياه الشرب، مياه الصرف الصحي. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي هيستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، يمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى 9 مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي. أضافت كمان أن الاتحاد الأوروبي هيقدم الكثير لمصر بموجب استراتيجية الاستثمار العالمي الأوروبية المعروفة باسم البوابة العالمية. هي تصريحات هامة من الاتحاد الأوروبي، بس خلينا نتكلم في النقطة اللي أثرتها الحقيقة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، أنها بتتكلم أن العالم بيحتاج أن المؤتمر ده يبقى ناجح. تمام. لكن النقطة الثانية أنه هو كمان بيدي فرصة كبيرة لمصر عشان توري العالم هي إيه القيادة المصرية. هو ده الكلام المهم فعلا. مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر المقبل، ده مؤتمر يعني أنا شايف من وجهة نظري إنه أكبر تحدي للدنيا كلها. ده بيشير لحاجة في منتهى الأهمية. إيه الإشارة اللي بيشير ليها؟ بيشير إلى أن مصر باتت دولة قوية يشار إليها بالبنان. لو أن مصر دولة ما زالت ضعيفة ما كانش المؤتمر ده العالم وافق إن هو يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. الحقيقة إن هذا المؤتمر هو تحدي كبير للدولة المصرية علشان تقول أنا موجودة. كون إن هذا المؤتمر يعقد في مصر معناه حاجة واحدة لا ثالثة لها، إيه الحاجة دي؟ يعني أن مصر باتت دولة مهمة إقليمياً ودوليا أو عالميا، وبالتالي عندما يعقد مثل هذا المؤتمر داخل جمهورية مصر العربية معناه أن العالم أجمع بيقول أن مصر اتغيرت، أن مصر بقت بلد تانية مختلفة، أن مصر دخلت بالفعل الجمهورية الجديدة، أن مصر بالفعل يعني باتت يعني إيه ينظر إليها نظرات الدول الكبرى. بمعنى ان مؤتمر زي ده عشان مصر تعقده معناها ان بتتحدى الدنيا كلها ان انا عندي القدرة الفائقة على عقد مثل هذا المؤتمر المهم الذي يترقبه العالم ترقب شديد جدا. الحقيقة ان ازمة المناخ دي ازمة يعني خطيرة جدا، وكلنا يعني تأثرنا بهذه الأزمة. وحضرتك لو تشوفي الأسبوع اللي فات أو الأيام الماضية قد إيه الجو كان متلخبط والدنيا صعبة والآخر، لما مصر تعقد مؤتمر للمناخ يعني كان في السابق لا تعقد مثل هذه المؤتمرات إلا في الدول الكبرى. كده معناها كده إن إحنا خدنا تصريح عالمي أن مصر باتت دولة كبرى، لأن مؤتمر زي ده عمر ما في أي دولة صغيرة يعقد فيها، ما ينفعش، لازم الدول الكبرى هي اللي تعقد فيها مثل هذه المؤتمرات. وده إشارة واضحة جدا على أن مصر باتت من الدول الكبرى المهمة التي يعقد فيها مثل هذه المؤتمرات الهامة جدا. الحقيقة أن أنظار العالم كله ستتجه إلى مصر في هذا التوقيت في نوفمبر القادم، أو تحديدا ستتجه الأنظار إلى شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر المقبل، والعالم كله بيعول على هذا المؤتمر
بالخروج بتوصيات ونتائج مهمة جدا. أعتقد أن هذه التوصيات والنتائج ستتبناها الأمم المتحدة ولتأخذ لتعمل الدول بها إن شاء الله بإذن الله. أما تصريح المفوضية رئيس المفوضية الأوروبية ده تصريح في منتهى الأهمية، وأعلنت أن في استثمارات الاتحاد الأوروبي ضخها في مصر في الفترة من 21 ل 27، يعني في خلال مليار يورو. ده طبعا ده معناه ان هناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية، وده معناه ايضا ان لو ما كانتش مصر دولة قوية وكبرى ما كانش الاتحاد الأوروبي قام بهذه المهمة. لا، ولو ما كانتش سوق واعدة ولما كانوش ضامنين استثماراتهم وضامنين فلوسهم، فده معناه ايه؟ معناه برضو رسالة ان مصر دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة قانونية تنفذ القانون. عشان كده الاتحاد الأوروبي دخل بثقله والاستثمار في مبلغ زي ده استثمار ضخم جدا ومهم، وستعود نتائجه على مش على مصر بس، على دول كثيرة.